كده مكرونه اللي هستعملها مكرونه الفيتوشيني، وعندي هالبينو شويه وزيتون شويه وذره شويه. بصوا انا عاوز قبل ما اكمل المقادير عاوزه اقول لك افتحي ثلاجتك الموجود فيها، طلعي شويه زيتون، شويه فلفل الوان، مشروم، كريمه، اي نوع جبن، حتى لو مجموعه جبن كده في العلبه يعني رومي على مش عارفه ايه، برضو طلعيها. تمام. طيب عندي يعني برضك جبنه من دي تحفه بتاعت البوتيتا، احط منها معلقه، وعندي روزماري، وعندي دي بقى عايزاكم تجربوا بيها، جربوا الباستا بصلصه الدقوس الحاره دي بتبقى تحفه 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 تحفه، لان انا هعملها بينك. تمام. وعندي كريمه الطبخ، وعندي جبن تشيدر، وعندي هستعملي بقى هستعمل يا اما زبده الاربك او زيت زيتون اللي انت عايزاه، طبعا الباستا اصلا بتحب زيت الزيتون بيني وبينكم، وده كمان دورة. وهعمل جنبها برجر، انا كنت هقطع البرجر قطع واعمله معاها، بس انا قلت لا خلاص هشوي البرجر لوحده عشان عايزه دي اوريكم الطريقه بتاعتها. غليت 5 دقايق فقط لا غير، هجيبها بقى كده واحطها في الصفايه. تمام. هشطفها كويس جدا وكمان هصفيها كده. تمام. بعد ما تشوفيها عشان تنزلي النشا هقول لكم هنعمل ايه. وممكن زي ما قلت لك تحطي زبده. بعد ما حطيت زيت الزيتون هعمل ايه؟ هفتح دي، مش هتحطي توم، مش هنحط بقى فص توم زي ما بنحطه في الباستا، لا هنفتح دي كده ونحطيها. كريمه من الكريمه دي بتاعتك. وهضيف روزماري. هضيف هالبين. هضيف زيتون. هضيف بس كده يا بنات، شايفين قوامها وجمالها، مدلعاها كده. عندي كان معلقه جبن تشيدر قلت لكم عليها في البرطمان، خدت منها معلقه ومعلقه كمان جبنه كرافت، اي جبنه عندك في التلاجة حطي، مكعب نستون، مكعب كيري، شويه جبنه تشيدر كده، موتزاريلا، حطي اي حاجه. ضيعي بقى ضيعي ضيعي معاها ضيعي يا خراب يا محمد عالجمال. انا مش هتكلم، انتوا شوفوا 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 شوفوا. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، ها في جمال احلى من كده، في باستا احلى من دي. لا تقولوا لي بقى باستا بار شوكليت ولا اي حد، باستتي ما فيش نفسها، يمكن التنزيله شويه غلط. بالباستا اللي تجيب العافية. يا سلام بقى مع البرجر المشوي، شريحة برجر مشوية معاها مش هتقول لا، مستحيل تقول لا، ذمتكم تقول لا، مستحيل مستحيل تقول لا. مقدمها مع رانش صوص او كاتشب كيفك.
وبس كده وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون عجبكم. معلش طولت الفيديو المرة دي، بس حبيتكم تعيشوا جو الباستا الفظيعة. يلا دعوة من قلب الأمي بالرحمة، إذا استفدتم الفيديو وتعليقكم وشير كتير، ونتقابل فيديو جديد. مع السلامة.